Page 64 هي usage of nutrients and oxygen gas by cell. يعني بدنا نحكي عن استعمال الخلايا للأكسجين والنيوترينتس. فإذا حنركز على nutrients and oxygen اللي هن consumed by cells أو used by cells، حنشوف كيف الخلايا تستعمل النيوترينتس والأكسجين. حبلش بالإكسبيرمنت الموجود بالكتاب. The following experiment is performed in order to determine the gases consumed and produced by cells. فإذن إذا قلت لكم شو هدف هذا السؤال؟ هدف هذا السؤال هو to determine تنحدد the gases consumed and produced by cells. ليبرهن أن الغاز اللي عم بيتخلاه. أوكي، يعني الغازز اللي عم ناخدهم اللي عم تاخدهم السل وعم تعطيهم، تمام؟ شو عملنا؟ حطينا بقلب cultural medium living cells خلايا عايشة اللي هن ميت لحمة اوكي عضلات من animal اوكي بس هول living عايشين ووصلنا هول probe of oxygen والprobe of carbon dioxide لكمبيوتر مثل ما شايفين and then we measure the amount of oxygen gas and carbon dioxide بقلب هيدا cultural medium. فإذا حطينا living cells بعدين قسنا كمية الـ O2 والـ CO2 طلعوا كيف عم الـ O2 عم تقل والـ CO2 عم تطلع، تمام؟ فإذا مين هو الغاز consumed حيكون O2 or CO2؟ O2 O2 يعني the cell consume أو take O2 وبتعطي شو؟ CO2. في شي صعب؟ منبلش. أول سؤال formulate a hypothesis tested in this experiment. شو الفرضية اللي نحن عم نفترضها بهيدا الاكسبيرمنت؟ بحط أول شيء مثل العادة hypothesis نقطتين. Cells take oxygen and give carbon dioxide. فإذا الخلية عم تاخد oxygen وعم تعطي شو؟ carbon dioxide. مزبوط ولا لا؟ فإذا شو معنات فرضية؟ شي عم بفترضه. اذا قلت لكم البروبلم فيي اقول البروبلم وات ار، هون بنطلع البروبلم من هيدي وات ار ذا غازز كونسيومد اند برودوسد باي سيلز كويستشن مارك. اوكي وات ار ذا غازز كونسيومد اند برودوسد باي ذا سيلز كويستشن مارك. فيي اقول اوتو از اوتو كونسيومد، عرفتوا كيف بقول؟ او داز اوتو كونسيومد and CO2 produced by cells، او عفوا is بالاول is O2 consumed and CO2 produced by cells. عرفتوا كيف؟ المهم انه قول انه هل O2 اخذتها وعطت CO2؟ في مشكله بالهايبوثيسز والبروبلم؟ شيء في عندنا شيء مشكله؟ لا مش الحال. فاذا شو عم يفترضوا هون؟ ليه عملوا الاكسبيرمنت؟ طيب برهنوا انه السيلز بتاخد اكسجين غاز وبتعطي كربون داي اوكسيد. طيب اناليز، بدي اعمل اناليسز للريزلتس. وين الريزلت؟ هي هيدي هي النتيجة. حاحكي عن النقطة الاولى، والنقطة الاولى هون اللي هي صفر، وبعد 4 دقايق ونص هون. يعني هلا هو الجراف هيدا شباب صبايا، الجراف على الطريق ايه يعني بياخد نقطة البداية ونقطة النهاية. ايه بس هيدا الجراف هو على الطريقة القديمة، اوكي؟ ما بيجي بالشهادة هيك جراف عنده 2 واي اكسس. ما بياخد هول الاثنين، اوكي؟ يعني هيدا اللي هون الارو بيحكي عن مين؟ عن الـ O2. وهيدا الارو اللي هون بيحكي عن CO2، تمام؟ يعني هون للـ CO2 وهون للـ O2. طيب at time 0 هون عم بعمل analysis، ببلش at time 0 the quantity of O2 قديش هي؟ 20% and the quantity of CO2 is 0%. يعني بالاول كان عندي 20% O2 و 0% شو؟ CO2. تمام؟ مش الحال؟ طيب بعد 4 دقايق ونص after 4 minutes and 30 seconds شو صار بالاوتو؟ قلت لقديش صارت؟
ما بعرف قديش تقريبا، ما مبين كتير، بس يمكن 17. قلت 17 شو percent while the quantity of CO2 increases to قديش؟ كبرت لقديش؟ بروح على الشمال ولا بروح على اليمين لل CO2؟ اليمين. على اليمين. عرفتوا كيف؟ while the quantity of CO2 increases to 2%، فإذا ال O2 قلت ل 17% وال CO2 عليت لصارت 2%، وشو بستعمل بيناتهم while؟ ليه استعملت بيناتهم هون while؟ لأنه وحدة قلت والتانية شو؟ because the quantity of oxygen gas decreases while the quantity of carbon dioxide increases. فإذا هن بعكس بعضهم، ف بدي استعمل while. اوكي، فإذا حارجع عيد at time 0 the quantity of O2 is 20% and the quantity of CO2 is 0%. بأول experiment كان عندي 20% O2 هون بالهواء و 0% CO2. بالآخر after 4 minutes and 30 seconds قلت ل 20% ال O2 ل 17%، وال CO2 عليت لصارت من عليت من 0 ل 2%. في مشكلة شي هون؟ صعب الانالايز. وما بنسى استعمل بيناتهم شو؟ while. فيها شي مشكلة هون؟ ماشي حالكم؟ لا شو تردوا؟ طيب شو بستنتج هون؟ ايه سهلة، ما فيها، ما هيك بده يجي، اذا بده يعملوا لكم شهادة هيك بده يعملوا انالايز، بس يكون الجراف بطريقة تانية، مش هيك، اسهل من هيك. what do you conclude؟ شو بستنتج؟ ما قلكم what do you conclude concerning، فبهيك حالة بروح على شو؟ على الاوبجيكتيف تاعت السؤال، بجاوب على هولي. شو بستنتج؟ شو هو الغاز كونسيومد؟ شو بيكون الغاز كونسيومد يا شباب؟ الاكسجين، لانه قال والبروديوست هو السي او 2. يعني اذا انا ما عرفت شو بده بالكونكلوجن بروح على شو؟ على هدف السؤال. اوكي ماشي. فاذا thus cells take O2 and give CO2. في يقول the cells consume O2 and give or produce CO2. في شي مشكلة؟ في مشكلة؟ فإذا هول الميت اللي موجودين هون، الخلايا اللي بقلبهم عم ياخدوا O2 وعم يعطوا CO2. يعني عم يتنفسوا ولا ما عم يتنفسوا؟ مبلا. طيب name another substance consumed by cells. شو هي المادة التانية اللي بتستهلكها السال غير الاوتو؟ شو بدها بعد كمان؟ نيوترينتس. وشو بتعطي؟ شو هي السبستنس التانية اللي بتعطي؟ ويست. فاذا بياخ السال، شو بتاخد السال؟ بتاخد اوتو وبتاخد كمان شو؟ نيوترينت، وبتعطينا سي اوتو، شو كمان؟ ويست. هذا الجراف كان عم يقول انه الـ O2 هي consumed والـ CO2 produced. الشغلة التانية بتكون produced هي الـ waste والـ CO2. تمام؟ هلأ هون بدكم تركزوا معي كتير منيح بس على هيدي الجملة. شو معنات cellular oxidation؟ هناخد شيء اسمه cellular oxidation. فإذا cellular oxidation هي chemical reaction. اوكي، هو تفاعل شو؟ كيميائي. فإذا شو معنات cellular oxidation؟ هو تفاعل كيميائي where the cells degrade شو؟ تعمل degradation، يعني بتكسر the glucose in the presence of oxygen gas to give energy. فإذا الخلية بتكسر الجلوكوز مع وجود شو؟ الأكسجين لتعطينا شو؟ energy. يعني ليكو بدي لكم شغلة، انتو إذا عندكم موتير شو بتعبوله؟ مش مازوت؟ مازوت. اوكي، يعني بيحرق شو هو؟ بيحرق المازوت مع وجود الاكسجين. اوكي، يعني فيه دور الموتور بلا ما ياخد اكسجين؟ لا. نفس الشيء الخلايا، الخلايا على طول عم تعمل سيلر اوكسيديشن. اوكي، الخلايا شو على طول بتعمل؟ سيلر اوكسيديشن. شو معنى كلمة سيلولر؟ جاي من كلمة سل، يعني الاكسديشن اللي موجودة بقلب السيلز. ف
فإذا cellular oxidation هي chemical reaction، هي تفاعل كيميائي. اوكي، والخلايا شو بتعمل؟ بتعمل degradation of glucose in the presence of oxygen gas to give energy. طب شو هدفها كلياته؟ انها تعطي شو؟ طاقة. وهيدي الطاقة بتستعملها الخلايا، بيستعملها عقلنا تيفكر، بيستعملوا عضلاتنا تيتحركوا، بتستعملها الكدني حتى تنظف الدم، بتستعملها الرواية حتى نتنفس، بيستعملها الجهاز الهضمي تعمل digestion. فإذا طاقة جسمنا عم تجي عن طريق مين؟ cellular oxidation. اوكي، فهمتوها ولا لا؟ اوكي. فاذا شو هي المادة اللي بنعمل لها degradation، اللي عم تتكسر، اللي هي الجلوكوز، سكر. فاذا الجلوكوز هو substance عم ينعمل لها degradation، degradation in the presence of oxygen gas to give energy. فاذا اذا ما في جلوكوز او ما في oxygen gas ما حتعطينا انرجي، ما حيكون في عنا اوكسيديشن. تمام؟ فاذا بس اقول اوكسيديشن يعني الخلايا حتاخذ اوتو وحتاخذ النيوتريانت، فور اكزامبل جلوكوز، وبتعطي انرجي اللي هي بتستعملها، وسي اوتو هي حنقراها هون. ححل هيدي بدل في سؤال صغير ومنخلص. مثل ما شايفين هون هيها، شفتوها هيدي خليه سل، شفتوا السل؟ تمام. شو اخذت السل؟ اكسجين غاز، وشو كمان؟ نيوتريان. فاذا اخذت من البلاد كابيلري نيوتريانت اند اكسجين غاز ذن تو جيف كاربون دايوكسيد اند ويست. فاذا تو سبستانسز ار كونسيومد اند تو سبستانسز ار برودوسد ديورينج ذا اوكسيديشن اوف نيوتريانت. فاذا اخذت اكسجين غاز واخذت نيوتريانت وعطتنا كربون داي اوكسيد وعطتنا ويست. تمام. وشو هي اهم برودكت اللي هو هدف كل الاكسديشن؟ هي الانرجي. انرجي بتستعملها ديورينج ذا سيلر اكتيفيتي، خلال الحياه او النشاط تبع الخليه، او هي بتدفي حالها. ليكو بس يموت الواحد بموت الخلايا، بتوقف عمليه الاكسديشن، فمعش بتعطينا هيت. فعشان هيك الميت اذا حطينا ايدنا نحن على الميت حتكون 37 درجة ولا غير؟ ولا حيكون بارد؟ بارد بارد، لأنه ما في أوكسيديشن، ما عنا إنرجي، ما في هيت، يعني ما في شيء. فإذا مين بدفي لنا جسمنا؟ أي عملية؟ الأوكسيديشن. تمام؟ فإذا الأوكسيديشن هي كيميكال رياكشن بتعطينا إنرجي، during this chemical reaction oxygen gas and the nutrients are consumed while carbon dioxide and waste are produced. فهمناهم ولا ما فهمناهم؟ صعبة؟ تمام. يعني نحن الخلايا تعون cells of our body عطول بحاجة لأكسجين غاز ونيوترينتس تيعطونا CO2 waste اللي هن تتعطي energy ونقدر نعيش. يعني أنا هلأ أنا وعم بشرح لكم كيف عم بقدر أعطي طاقة، أشرح كيف بعطي طاقة لحتى فكر وانتبه وركز، بكون عم بعمل oxidation. فإذا energy بتجي from the oxidation of nutrients. اوكي، اللي هي عادة بتكون oxidation of glucose. طيب nutrients carried by blood enter the cells. فإذا الخلايا النيوترينتس عم بفوتوا لوين؟ على السيلز. مثل ما شايفين النيوترينتس عم فوتوا from blood capillary into the cells where they are broken down. فإذا شو معنى broken down؟ يعني they are degraded، يعني نعمل لهم degradation، تكسروا. فإذا النيوترينتس اللي فاتوا على المواد الغذائية اللي فاتوا على السيلز they are broken down، تكسروا in the presence of شو؟ of oxygen gas. فإذا النيوترينتس in the presence of oxygen gas نعمل لهم degradation. اوكي، وهيدي بنسميها the process oxidation. تتعطينا to this oxidation provides the cells with energy. عطتنا energy that are used to function or during their function of cells. فإذا هول الانرجي استعملوهم خلال ال function of cells. تمام. والsubstances that take part in this reaction are called metabolite. فإذا metabolite هو nutrient اللي هي glucose أو lipids. بشكل عام بتكون الجلوكوز اللي هي عم تتكسر. فإذا المادة اللي عم تتكسر
هيدي المادة اللي عم ينعملها breaking down بيكون اسمها شو؟ بيكون اسمها ميتابولايت. ممكن يكون ليبيد ان سام تايمز ان سام كيسز يعني، وممكن تكون جلوكوز اللي هو السكر اللي بالدم. هارجع عيد شو تعلمنا اليوم. تعلمنا انه النيوترينتس عم بفوتوا من البلاد كابيلري للسيلز، بعدين بينعمل لهم بروكن داون، بيتكسروا، بينعمل لهم بريكنج داون، بيتكسروا جوا بقلب الخليه ان ذا بريزنس اوف اوكسجين غاز، مع وجود الاكسجين غاز. وهيدي البروسيس او هيدي الكيميكال رياكشن از كولد اوكسيديشن. فاذا هيدي العمليه اسمها اوكسيديشن. فاذا بس اقول اوكسيديشن معناتها عم بيكون عندنا بريكنج داون اوف بريكنج داون اوف نيوترينتس ان ذا بريزنس اوف اوكسجين غاز، تتعطينا شو؟ تتعطينا كربون دايوكسيد وويست، واهم شيء بتعطينا انرجي، وهيدي الانرجي بتستعملها الخليه لحتى تقدر تعيش. فهمنا شو معنات اوكسيديشن؟ خلينا نحل سؤال الشهادة. Neither oxygen nor nutrients accumulate inside the cells. فإذا ولا الأكسجين ولا المواد الغذائية بتدلى، accumulate معناتها بتدلى، معناتها بترسب بقلب الخلية. Rather they are consumed. The degradation of nutrients such as glucose. فإذا الجلوكوز اللي هو نيوترينت فات على قلب السال in the presence of oxygen. اوكي، هيدا الديجراديشن هو كيميكال رياكشن ذات بروديوسز ويست وكربون دايوكسيد كمان، وبتعطينا ووتر. produced during this degradation is not considered as waste since it's necessary for the life of the cell. الووتر ما بتنعم ما بتنع ما ما بنعتبرها انه هي ويست، لانه بنستعملها، بتستعملها الخليه بقلب ال بقلب ال بقلبها. It is the same as the liberated energy that has different uses. طيب خلينا نحكي عن الاشياء consumed والاشياء produced. طيب اول شيء انا وياكم حاقرا. فاذا قلنا degradation of glucose معناتها الجلوكوز هو consumed is linked to the consumption of oxygen gas، وكمان الاكسجين غاز هو consumed. فاذا خليه عم تاخذ جلوكوز وعم تاخذ اكسجين غاز تتعطينا waste، for example مين؟ carbon dioxide. فإذا صار عنا waste و carbon dioxide، وكمان صار عنا water هي produced والenergy هي produced. فإذا كم شغلة produced عندي؟ أربعة: waste، carbon dioxide، water، energy. وكم شغلة consumed؟ هي اثنين اللي هي glucose و oxygen gas. طيب by referring to to the text, pick out a substance or a sentence which indicates that nutrients and oxygen are consumed in the cell. فإذا شو هي الجملة؟ degradation of في يقول هيدا أول وحدة كمان في استعمل هون. فإذا شو اللي ببرهن لي إنه النيوترينت والأكسجين هن consumed؟ أول جملة. حس حلي لوحدة. فاذا هيدي الجمله بتبرهن لي انه الاكسجين غاز والنيوترينتس هن كونسيومد. فاذا هيدي الجمله بتبرهن انه الاكسجين غاز والنيوترينتس ار كونسيومد. والسنتنس which explains that water is not considered as waste. المي هي منا ويست بيعتبروها. اوكي، هي it is considered، بنقلها هيدي مثل ما هي. فاذا انا لما اعمل اوكسيديشن بتعطيني ووتر، الووتر بتستعملها الخليه بقلب نشاطها، يعني ما بتنعبر، ما بعتبرها ويست. صعبين هولي؟ فاذا السيل صارت عم تعمل كونسبشن اوف او 2 اند نيوترينتس، وعم تعطي سي او 2 ويست وانرجي ووتر. الووتر بتستعملها بالخليه اللي جوا. طب نيم ذا كيميكال رياكشن وير ديجراديشن، شو اسمها هيدي كيميكال رياكشن؟ اوكسيديشن. فاذا شو معنات، شو هي الكيميكال رياكشن يلي عم تعمل ديجراديشن اوف جلوكوز، واهم شيء يكون في عندها اوكسجين مع الجلوكوز، اوكسيديشن. هلا بدي اكتب هيدا الكيميكال ايكويشن. هيها اخذت جلوكوز، شوفوا كيف اخذت جلوكوز واخذت اوكسجين غاز، اعطتني كربون دايوكسيد ووتر وانرجي، وفي يضيف عليها كمان شو؟ waste. waste.
اوكي مش غلط. تمام، فيها شيء صعب؟ طب فاذا هيدا السؤال مثل ما هو، من وين اجا؟ من التاكست علامة، وهيدي الجملة من التاكست علامة، هاتنا نساره. وهيدي التالتة كلمة وحدة عليها نص علامة، صاروا قديش؟ علامتين ونص. وهون علامة، هات 3 ونص، يعني سهلة. طيب شو هي the liberated energy during this degradation has different uses؟ شو بيستعمل الانرجي؟ الانرجي اللي بتعطيها، الانرجي اللي بتعطيها لشو بتستعملها؟ يعني انا لما اعمل اوكسيديشن بصير عندي انرجي، شو بستعملها هيدي الانرجي؟ تعطي هيت. تعطي هيت، وفي منهم بيستعملوهم بال activity of the cell، شغلتين يعني، منهم بتستعملهم بتعطي هيت، اوكي، والتانيين بالاكتيفيتي. يعني انت بس تدور السيارة، كل الطاقة بتروح بالمشي، ولا في منهم بتحمى السيارة بتروح الطاقة عن طريق انه هيت؟ هلا انت اذا قلت لك ركود، ما منهم بيروحوا الطاقة بتعطيها، بتستعملها خلال الركض، وفي طاقة تانية بتستعملها خلال الهيت، بتلاقي جسمك حمي. فاذا شو بيكون عنا؟ هي مثل ما شايفين هون، باينة عندكم هيدي السلايد، الانرجي اللي عم تطلع بتروح على شكلين، activity of the cell و heat. فاذا كل اللي تعلمناه انه الاكسديشن بتاخد اكسجين غاز ونيوتريانتس مثل الجلوكوز، وبتعطي CO2 وويست، وفي بعد وحدة اللي هي الووتر. الووتر بتظهر من برا السل ولا بتبقى جوا؟ بتبقى جوا ولا بتظهر برا السل؟ شوف شو قالكم، the water produced during this degradation is not considered as waste. فإذا بتدل منا waste، بتدل بقلب الخلية، بتستعملها جوا، اوكي؟ فهمنا؟